اليوم نبي نشرح لكم طريقة عمل جبن البات. البات هي حليب الشاة أول ما تالد، سواء شاة أو ماعز. ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء ننظف وبسم الله ونبدأ في الحل. طبعا الحليب يكون لونه أصفر أول ما تالد، يكون لونه أصفر. والحين رايحين بالكوخ، نصفيه لا يكون فيه شوائب. نحتاج شوي ملح ونحركه لين يذوب. نصبه في الفخارية هذه، سواء الفخارية هذه أو أي صينية تكون تيفال. نقدر نقسمه على 3-4 سنتين صغيرة يكون أفضل. وإلى الفرن مدة 35 دقيقة تقريبا على درجة حرارة 180. بعد 35 دقيقة هذه طبعا نخليها تبرد أقل شيء نص ساعة. وبسم الله ما شاء الله تبارك الله، قطعها بالشكل المطلوب. طبعا تقدر تاكلها مع زيت زيتون والزعتر أو تضيف عليها العسل. ما شاء الله تبارك الله، وهذا الشكل النهائي.